شلون تتعاملوا ويا مشاكلك مثل جحالو شلون؟ رحت هيك لي غاد ضربته براجتي، يا ريتني ما ضربته. ليش انحصرت بالادوار الكوميديه؟ يعني اللي صار دكتور، اللي صار مهندس، اللي صار ضابط، كلنا ركبنا هذا الحمار. شنو كان شعور انك تتملك جنسيه لاول مره؟ افضل جنسيه انه تدفن في ارض انت تحبها. قضيه الرصاص العشوائي، اطلاق الرصاص، يا وزير الصحه، يا وزير الاسكان، سعاده الوزير، انت ما شايفه، انا دا اشوفها وانطيك اياها ببلاش على طبق، لازم تعالج. منشوف هوايه قدامك حاله موت وخسائر واحده ورا الثانيه، تفكر بعبثيه الدنيا، احنا ليش عايشين؟ اصعب لحظات هاي تاريخي كله. الشخصيات الشريره بحياتك هوايه لو شويه؟ احمد راضي رحمه الله عليه، وكريم صدام، وشاكر محمود. كوميديا جيلكم غير عن كوميديا الحاليه، برايك الكوميديا الحاليه اليوم معتمده على شنو؟ جمال كان قبل يعتمدون على الشكل وما الشكل وما ادري شنو. ابنك عمار مثل وياك بكذا عمل وايضا قدم برامج، يعني كان كتلتهم ومتت، الحمد لله والشكر.